تم يوم أمس وعقب الانتهاء من جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس التي أقيمت عن بعد، تم انتخاب رؤساء اللجان الخمس الدائمة ونوابهم في مجلس النواب المدرجين على قوائم أعضاء اللجان التي صوت عليها أصحاب السعادة النواب خلال الجلسة. هذا وأسفرت نتائج انتخابات رؤساء اللجان الخمس الدائمة ونوابهم عن الآتي: سعادة النائب فاضل السواد رئيسا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وسعادة النائب باسم المالكي نائبا لرئيس اللجنة بالتزكية، سعادة النائب محمود البحراني رئيسا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة النائب علي إسحاقي نائبا لرئيس اللجنة بالتزكية، سعادة النائب محمد السيسي البعينين رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالتزكية، وسعادة النائب عيسى الدوسري نائبا لرئيس اللجنة بالتزكية، سعادة النائب أحمد الأنصاري رئيسا للجنة الخدمات، وسعادة النائب سوسن كمال نائبا لرئيس اللجنة بالتزكية، سعادة النائب محمد بحمود رئيسا للجنة المرافق العامة والبيئة بالتزكية، وسعادة النائب عبد الرزاق حطاب نائبا لرئيس اللجنة بالتزكية. في هذا الدور بإذن الله سوف تكون هناك مراسيم وقوانين وأيضا مقترحات مقدمة من قبل أصحاب السعادة النواب. سوف تكون هناك منجزات بإذن الله في هذا الدور بشكل أكبر، وسوف نركز في المسائل القانونية والمسائل المقترحات المقدمة من قبل النواب. ورانا إن شاء الله مشوار في مهم، في قضايا مهمة في بعض القوانين والتشريعات، وإن شاء الله نكون إن حسن الظن. أبرز هذه التشريعات يعني على ماذا ستركز بشكل خاص؟ في هذه الفترة أهم مشروع هو مشروع الميزانية، وكلنا احنا متفقين على ان مشروع الميزانية بياخذ اكبر حصة من الجهود بحيث ان نمرر باسرع وقت ممكن ونتحقق كل تفاصيله ونراعي لمكتسبات المواطنين. هذه اهم خطوة. الله يعيننا ان شاء الله على خدمة البحرين وخدمة سيدي جلالة الملك ان شاء الله في دور العقاد الثالث، وان نكون نقدم ما يهم البحرين وفي صالح المواطنين. ابرز المواضيع سعادة النائب يعني المدرجة على طاولة هذه اللجنة؟ العديد من المواضيع، كذا مواضيع قانون الارهاب ومكافحه غسيل الاموال، وكذلك بعض القوانين المتعلقه بقانون العقوبات. احنا من قبل عملنا كفريق واحد، وحاليا سوف نعمل ايضا كفريق واحد، لاننا ننظر الى الموضوع اننا فريق نعمل من اجل البحرين، وكل همنا الملفات الموجوده حاليا، ملفات سوف تكون لا اقول صعبه ولكن كبيره ومهمه، منها التقاعد، منها امور اخرى، ولكن بإذن الله بتكاتب الجميع سوف نصل بهذا القارب إلى بر الأمان إن شاء الله. أعتقد أن ملفاتنا يمكن الكبيرة اللي راح نحملها من مشاريع القوانين اللي هو قانون البيئة اللي راح يكون مطروح على جدول الأعمال، وإن شاء الله يقر خلال رئاستنا لهذه اللجنة.